بعد فاصل عدنا ليكم مرة تاني. طبعا تقاريرنا جميلة، بنحاول من كل أرجاء العالم بنحاول نجيب تقارير بتتكلم عن العالم الخارجي طبعا والعالم المحلي. يمكن تقرير الأول عن متحف للفن المعاصر بالقرب من مبنى الكريملين في موسكو بروسيا. المتحف ده بني بمبادرة من أحد أثرى أثرياء روسيا، بيسعى المتحف لتسليط الضوء على الفنانين الروس. طبعا الفن في روسيا ليه خصوصية كده وشكل معين، هنتابع مع حضراتكم التقرير ونستمتع بيه. تعلو مداخن زرقاء ضخمة مبنى جيس 2، وهي محطة حرارية سابقة من حقبة ما قبل الثورة البولشفية، تم تحويلها على يد المهندس المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانو إلى مركز للفن المعاصر على ضفاف نهر موسكفا. هذا المتحف الذي فتح أبوابه أمام الجمهور على مقربة من الكريملين في موسكو بعد أشغال استمرت لسنوات. وقد بني المتحف بمبادرة من مؤسسة فاك المملوكة لرئيس مجموعة نوفاتك للغاز ليونيد ميخلسون، أحد أثرى أثرياء روسيا. وهو يعد بتقديم فن مهم ولكنه متاح للجميع خاصة للعائلات. وأبعد من مجرد إرضاء محبي الفنون، يرمي هذا المتحف إلى تلميع صورة الحكم الروسي أيضا. ويسعى ثنائي فني إيطالي مكون من المديرة تريزا مافيكا والمدير الفني فرانشيسكو ماناكوردا الذي عمل سابقا في متحف تايت في ليفربول إلى استقطاب أبرز الأسماء الدولية للموقع الجديد وتسليط الضوء على الفنانين الروس. ولم تعرف قيمة بناء هذا الموقع الذي يطمح القائمون عليه لأن يصبح متحفاً عالمياً للفن المعاصر تفتقر إليه موسكو، لكنها تقدر بمئات ملايين الدولارات.